تلميذة بالسنة الخامسة بمدرسة الورد بزينة، عمري 10 سنوات. أحببت أن أشارك بمسابقة رمضان بنكهة بلد العربي تزيين فخار بلادي، واليوم جبت لكم معايا اللي باش نزين الآنية هذه: ألوان مائية، أشرطة، عدس، لماع، فوشة، وبيستوني. وهيا نبدأ وإن شاء الله الفيديو تاين لأعجابكم. صحبتي وصحابي المزيدين، في المرحلة الثانية لو أنت جربتي باللون وهيك الأصفر تعال بالنسبة لي أنا، اللون هذايا يجلب برشا الأنظار وما فماش دار ما فيهاش اللون الأصفر. بعد كتبت عليه اسمي بالخط العربي أغزر وحليه. وفي المرحلة الثانية باش نلص الشريط هذايا من فوق. أوزروا محليها وما بالها، وبالطبع شكرا لكم، باي باي، وإن شاء الله نتلقى في فيديو جديد.